تي في نشرة الرابعة، حياكم الله. ارتفع سعر صرف الدولار في أسواق بغداد وعدد من المحافظات إلى 158 ألف دينار لكل ورقة. يأتي الارتفاع وسط تسجيل البنك المركزي تراجعا في مبيعاته النقدية من العملة الأمريكية إلى نحو الثلث مقارنة بيوم أمس، من 34 مليون دولار إلى 22 مليونا. نظم ناشطون وقفة أمام مقر البنك المركزي في بغداد للاحتجاج على الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار. المحتجون طالبوا البنك المركزي بخفض سعر الصرف وتطبيق إصلاحات في النظام المصرفي والمؤسسة النقدية، متوعدين بتنظيم وقفة أخرى خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار أزمة الصرف. ذلك ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار، والمتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هم شرائح ذات الدخل المحدود اللي هو المتقاعد، الموظف، الكاسب، وماكو حلول بالافق القريب من قبل الحكومه ومجلس النواب العراقي او حتى من البنك المركزي لمعالجه هذا الخلل. خرجنا اليوم نحن كعراقيين نحمل هما والما من اجل الضغط على الحكومه العراقيه وعلى البنك المركزي العراقي وعلى وزاره الماليه من اجل استعاده سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، ومن أجل فرض سياسة مالية ونقدية حكيمة ورشيدة. وحدد البنك المركزي آلية لتعويض المتضررين من فرق سعر صرف الدولار الرسمي والموازي. محمد يونس، معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، قال في تصريح صحفي أنه بإمكان من يشتري الدولار بسعر أعلى من الرسمي تقديم شكوى إلى البنك المركزي لاستقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك وتسليمه إلى المواطن. توقع خبراء وباحثون في الاقتصاد استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرين خلال حديث لبرنامج الحق يقال إلى أن البنك المركزي غير قادر على مفاوضة الخزانة الأمريكية وأنه بحاجة إلى وسيط أوروبي. المنصة راح تطبق بها أشياء من تعليمات جديدة من الفيدرالي تتعلق بالبحث عن مصادر أموال العراقيين الذين يحولون أموالهم عبر المنصة. هذا الشيء راح يخلي الأسعار تطفر أكثر، سعر الدولار، لأنه راح يشح، ولما يشح التجار لازم يحصلون على الدولار مثل ما تفضلت بتقريرك الآن، فلذلك راح تصير طفرة كبيرة. أنا أعتقد أن البنك المركزي العراقي غير قادر على مفاوضة الفيدرالي مباشرة وزارة الخزانة، وحتى الحكومة سيادة وزارة أكثر من مرة يروح ما حصل راح على واشنطن. أعتقد الآن ومن الذكاء والحكمة إدخال الوسيط. يعني أنا أنصح بوسيط الآن يدخل بيني وبين الفيدرالي وبين الأمريكان لأجل وضع خطة، إحنا هاي الخطة نمشي عليها، ندعم الصناعة، نفتح المبادرات. نشرت صحة كربلاء تنفيذ خطة طوارئ في زيارة عاشوراء حتى انتهاء مراسم الزيارة. مدير الصحة صباح الموسوي ذكر أن الخطة تتضمنت تهيئة 8 مستشفيات حكومية و4 أهلية و100 عجلة إسعاف مجهزة بالأدوية والمستلزمات الضرورية لتوزيعها في مناطق الزخم البشرية، خصوصا أثناء ركضة طويريج يوم 10 من محرم. قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي أن شركة آيترون جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق. وفي تغريدة لها ذكرت رومانوسكي أن الشركة الرائدة عالميا يمكنها تنظيم توزيع الطاقة على المستهلكين والمساعدة في القضايا على سرقة الكهرباء وخفض انقطاع التيار وتوفير طاقة موثوقة للعراق. قال صندوق النقد أو صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الزيادة السكانية في العراق تتسارع مقارنة بالدول المجاورة، واصفا ذلك بالظاهرة الجيدة والإيجابية. مدير مكتب الصندوق الأممي نستور أوموهانجي ذكر أن العراق واجه جزءا من أزمة تمثلت ببعد سكانه عن الحياة السليمة، موضحا أن رؤية الصندوق الموضوعة قبل 30 سنة لم تتحقق، وهناك حاجة إلى إعادة هيكلة السياسات لتأمين حاجة الزيادة السكانية.
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي أن الوزارة تعمل على خطة خمسية استراتيجية لمكافحة الفقر ترافقها خطة وطنية للتنمية، مضيفا ليو تي في أن الحل الأمثل للقضاء على التجمعات العشوائية هو إنشاء مزيد من الوحدات السكنية. نحن نعمل الآن يعني على وضع استراتيجية جديدة للفقر لمكافحة الفقر لخمس سنوات مقبلة، ترافقها أيضا خطة وطنية للتنمية لخمس سنوات مقبلة. الحل الأمثل والذي ضمن هذه السياسات وهذه التوجهات هو التوجه نحو إنشاء المزيد من الوحدات السكنية، لأن السبب الأول أو السبب الرئيس في انتشار التجمعات العشوائية هو وجود فجوة واضحة في السكن في العراق، لذلك دفعت الناس وألجأتهم إلى البحث عن بدائل، ووجد الناس البدائل في هذه التجمعات العشوائية. لذلك التوجه اليوم هو حقيقة إنشاء المزيد من المدن السكنية، وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن إنشاء خمس مدن جديدة، وهناك حوالي 10 مدن أخرى أعدت مخططاتها في مختلف المحافظات. وقعت هيئة الإعلام والاتصالات مذكرة تعاون استراتيجية مع هيئة النزاهة لتعزيز ميدان الإعلام الرقابية. وقال رئيس هيئة الإعلام علي المؤيد إن المذكرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لربط المؤسسات والجهات الرقابية. يأتي هذا الأمر في سياق الرؤية الحكومية والاستراتيجية الحكومية في تعشيق المؤسسات، مؤسسات الدولة كافة، وأن يكون هناك تعاون وثيق بين هذه المؤسسات في الملفات الشائكة والعالقة. وحقيقة دور الإعلام العراقي دور كبير، فكما أدى يعني وسائل الإعلام وزملائنا الصحفيين أدوار كبيرة في تعزيز الديمقراطية في البلاد ومكافحة الإرهاب، وقدموا القرابين عشرات من الشهداء والجرحى في معركتنا مع الإرهاب ومعركتنا مع الفلول الظلامية، اليوم نحن أمام معركة كبيرة شرسة، وهي معركة مكافحة الفساد. وسيكون هناك دور كبير ومفصلي لوسائل الإعلام العراقية في مساندة هيئة النزاهة ومساندة المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد. من جانبه قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون أن الاتفاق يأتي لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، مؤكدا أهمية وسائل الإعلام في هذا المجال. تعمل المذكرة على تدعيم جانب تبادل الخبرات من جانب العمل في ميدان مكافحة الفساد وتعزيز القدرات من خلال إدخال الدورات سواء للإعلاميين أو لكوادر هيئة النزاهة. الإعلاميين سيدخلون إلى أكاديمية مكافحة الفساد العراقية اللي هي من ضمن مؤسسات هيئة النزاهة، كذلك كوادرنا ستدخل في المؤسسات التي ترعاها هيئة الإعلام والاتصالات ليكون تبادل الخبرات وتحقيق منجزات كبيرة في الجانبين، حتى نستفاد من الجانب الإعلامي الاستقصائي والذي يبحث عن نقاط تشخيص الفساد. أطلقت حكومة كردستان حملة للعودة الطوعية لسكان قرية المنكوبة التي هجر أهلها قبل 7 سنين، حملة تفتح الباب أمام عودة أهالي 15 قرية أخرى على طول ضفتي نهر الخازر شرقي الموصل، وهي عودة تواجه صعوبات لوقوع هذه القرى في منطقة متنازع عليها مع الحكومة الاتحادية. لكل شيء من اسمه نصيب. قرية المنكوبة إحدى قرى الخازر الشرقية الموصل، أطلال وبقايا بيوت متهالكة تخلو من أي أثر للحياة. المنكوبة واحدة من 15 قرية على ضفتي نهر الخازر، نزح سكانها إلى المخيمات بعد سطوة داعش عام 2014. حكومة إقليم كردستان قررت إطلاق حملة لبدء العودة الطوعية لسكان هذه القرية كمرحلة أولى، تليها مراحل لعودة طوعية لكل سكان قرى الخازر النازحين. إن عودة أهالي القرى المجاورة لمنطقة خازر وحسن شعب بشكل طوعي وآمن بما يضمن أمنهم ويحفظ كرامتهم أمر مهم ليتمكنوا من العيش في أراضي آبائهم وأجدادهم. وكما عودكم الإقليم
سوف نقدم كامل الدعم والتسهيلات لحين عودة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية. تقع هذه القرى ضمن المناطق المتنازع عليها، إذ دعا وزير داخلية الإقليم إلى تعاون الحكومة الاتحادية لتنفيذ المادة 140 لحسم قضية النازحين في كل المناطق المتنازع عليها مثل سنجار والخازر وغيرها، فيما طالب نازحو قرى الخازر بتوفير أسباب العودة قبل كل شيء. نحن حاليا قرانا مهدمة، نحتاج بيوت، نحتاج ماء، نحتاج كهرباء، نحتاج شوارع، يعني كل شيء ما عندنا. احنا هسه احنا قسم بالخيام ساكنه وقسم بالموصل مأجرين بيوت، فنطلب من الجهات المعنيه مساعدتنا من اجل العوده الكريمه. أهالي الخازر كانوا يمتهنون الزراعة وتربية الحيوانات على ضفتي النهر قبل أن يسكن آلاف منهم المخيمات في ظروف لا تقيهم حرا ولا بردا. ملف عودة النازحين لا يتحقق برغبة النازحين وموافقة الجهات المعنية وحسب، بل يحتاج إلى دعم كبير يضمن الأمن والخدمات والعيش الكريم للعائدين. من منطقة الخازر، مشرق المنصور، يو تي في. محطة الناصرية الحرارية مثال على مفارقات عراقية تنفع وتضر في وقت واحد، فهي تولد الكهرباء لكنها تعدم الهواء بالتلوث، تلوث يرفع ويسقط، يرفع معدلات الإصابات السرطانية ويسقط الأجنة من أرحام الأمهات. هذه علامة يطمئن لها أهالي الناصرية، إذ تشير إلى استقرار العمل في المحطة الحرارية وانتظام ساعات تجهيز الكهرباء، لكنها في الوقت ذاته تشكل تحديا آخر يواجه المدينة المحاصرة بمصادر التلوث. فعلاوة على ما تمثله محطة الناصرية الحرارية من مصدر لتلوث الهواء، فإن مناطق تكديس النفايات حول مدن ذي قار تشكل مصدرا خطيرا لتلوث الهواء. في الحقيقة الطاقة الكهربائية نعتبرها كمدينة ذي قار هي مصدر من مصادر التلوث الهواء في المدينة نتيجة لما تنبعث منها من انبعاثات غازية، وبالتالي نحن كمديرية بيئة محافظة ذي قار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق النشاط، كونها في الحقيقة مصدر تلوث وخطير على مدينة الناصرية. ويشير متخصصون إلى أن الناصرية لم تعد صالحة للعيش بسبب ارتفاع معدلات تلوث مياه الفرات فضلا عن الغازات السامة على مدار اليوم، ما أثر في ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية. هنالك الكثير من الإسقاطات المتكررة للأجنة للحوامل سببها هو هذه الملوثات. نحتاج إلى وقفة، نحتاج إلى إرادة كبيرة من قبل الجهات المختصة، طبعا نحتاج إلى قرار حكومي أنه يعني شبيه بحملة، الحملة للقضاء على هذه الملوثات أو تقليلها بما نستطيع. وأهم هذه يعني أهم مميزات هذه الحملة وأهم أركان هذه الحملة هو قرار بمسألة مصانع الريسايكلينج اللي هي تدوير النفايات. وتضيف الأنشطة النفطية عبئا آخر على بيئة ذي قار، إذ تؤشر دوائرها خروقات كبيرة في المحافظة، فمع وجود 3 حقول نفطية كبيرة عالية الإنتاج تزداد معدلات تلوث الهواء، إذ تحجم تلك الشركات عن استخدام أنظمة صديقة للبيئة. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. ملايين الدنانير يسددها سكان منطقة البناء الجاهز شمالي الموصل شهريا لقاء خدمات تنظيف ومجار غير موجودة على أرض الواقع، بينما يشكون من تكدس النفايات والأنقاض والمياه الآسنة في الطرقات. 666 ألف دينار عراقي أجبر هذا الرجل على دفعها إلى الدولة أجورا لخدمات غير متوافرة. أكثر من 400 منزل في منطقة البناء الجاهز شمالي الموصل يتسلمون وصولات جباية شهرية عن أجور تنظيف ومجاري غير موجودة أصلا. أجور مجاري أنت ماخذ مني 285 ألف،
زين مالي يا شاي؟ هاي التنظيف مالك، تعال شوف التنظيف مالك. زين انت وينك يا مسؤول؟ انا هسه ماسك هذا نزار، هذا ابو التنظيف، احنا على حساب المنطقه مال اشتراك ابو الشهر 5000، هاي الوصل مال وهاي الوصل مال الدوله. هذا قاعد نشوفه وانت ما قاعد نشوفك. تقصير الدوائر الخدمية تجاه الساكنين في هذه المنطقة دفعهم إلى الاتفاق مع سائق دراجة ليقوم بجمع النفايات مقابل أجر مادي، ورغم ذلك فإنهم مجبرون على دفع مبالغ الجباية الحكومية. يعني تقرأ الوصل أجور خدمات 8 وخصور، تجي مجاري 5000 دينار، نقل الأنقاذ 5000 دينار، مع العلم احنا المختار مالتنا عندنا تركتر هنا بالمنطقة ينقل الأنقاذ مالتنا ودنا نعطيه 5000 دينار. يعني هم يجون ياخذوهم من عندنا ياخذون خاوة، ما يصير هالشكل، هذه خاوة هذه. وتشهد عديد من مناطق الموصل ترديا في الواقع الخدمي وخاصة الأحياء الشعبية منها، إذ لا تصل إليها آليات البلدية ولا تخصيصات المشاريع الخدمية، وتظهر معاناتهم بانتشار النفايات والمياه الآسنة في الطرقات. يعني هسه مال المي خليه ينطي مال المي، زين انتم بالوصل كاتب مال النفايات همين، وين النفايات؟ ما حد يشيلها، احنا نشيلها. وين المجاري؟ هذا المجاري قدام العين، وين المجاري؟ روح صور الأرصفة، كلها خايسة. كل خايسة، يعني احنا نفتح منه وبناء متعاونين عليه نفتحها. يعني من كاتم المجاري خلي يصلح، خلي يشوف المجاري، مو بس هنا، افرق كل المنطقة. وتعاني اغلب احياء الموصل عدم وجود مشاريع للمجاري او تلكؤا في اعمالها، فضلا عن عدم قدرة اليات البلدية على تغطية جميع المناطق، فتكدس النفايات والانقاض اهمال تشترك فيه الدوائر الخدمية وبعض المواطنين، ممن لا يجدون مكانا مخصصا لرمي النفايات. من الموصل محمد سالم، يو تي في. 3/4 الموصليين لا يحصلون على الدواء ومستلزمات العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية. واقع صحي مضطرب يدفع بالسكان إلى المشافي الأهلية ويحملهم أعباء اقتصادية. في مستشفيات الموصل الحكومية لا يجد الباحث عن الدواء ضالته، فصيدلياتها الخاوية لا تؤمن سوى 25% من احتياجات المراجعين ومستلزمات العمليات الجراحية. واقع صحي اضطر كثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة، ما يحملهم عبئا اقتصاديا كبيرا لارتفاع أجورها. بصراحة يعني العمليات كلها عنده مريض كلش عايز يسوي بالاهلي، لانه العلاجات ما توفر العلاجات، وثانيا يعني طول اكثر يجوز تتاخر شهر شهرين. حالات اللي يحتاج المريض العملية هي كلها ياخذها من برا من الصيدليه، يعني هي المفروض موجوده ضمن المستشفى حتى يعمل العمليات تجرى بشكل صحيح للمريض اللي داخل العمليات الجراحيه. يعني اكثر الشغلات يروح يجيب الخيط، يروح يجيب المستلزمات اللي يحتاجها اثناء العمليه، يروح لازم يجيبها من الصيدليات الخارجيه. ورغم التبريرات المتكررة لصحة نينوى عن وجود بعض الأدوية الأساسية، فإن مشافي الموصل ما زالت متهالكة لما تعانيه من نقص في الأسرة والمستلزمات الطبية الضرورية، وتحمل وزارة الصحة المسؤولية عن شح العلاج ونقص التخصيصات المالية. احنا دائما نتحدث مع النواب، نتحدث مع المسؤولين حول بأن وزارة المالية خل تخصيصات الأدوية ومستلزمات طبية في باب واحد، وهذا لا يكفي لشراء الأدوية ومستلزمات طبية. احنا نفضل فصل باب المستلزمات الطبية عن باب شراء الأدوية حتى تكون التخصيصات المالية أكثر لشراء المستلزمات الطبية. وفضلا عن نقص العلاج، فإن البنى التحتية للقطاع الصحي في نينوى ما تزال بهياكل كرفانية متواضعة أنشئت مؤقتا من التبرعات الدولية، لكنها تحولت إلى مشافي تتعكز عليها المدينة. قاسم الزيدي، يو تي في، الموصل. ختام جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.